هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات برج الجوزاء، اللي انا كمان منكم لهالشهر 7. اوكي حبايبي، اللي جديد في القناة يشترك، واللي قادم يعمل يضغط على زر الاعجاب. وبحبكم حبايبي كتير، ورح نشوف العاطفة والعمل والصحة لبرج الجوزاء. بحبكم حبايبي. راح نشوف توقعات العاطفية. وقع أسف حبيبي، وقعت الكاميرا. أوكي الحياة العاطفية بصراحة، يعني عم شوف يعني شي بيبشر بالخير. هلا مو ببشر بصراحة، أوكي. رح ناخد طاقتنا للشهر. اوكي حبايبي، اوكي. طلعت في طاقتنا، يعني طاقة برج الجوزاء، يعني طاقتنا احنا. كمان طلعنا يعني ممكن حدا يكون سرق من عندنا شي. وبشوف كمان يعني تعرف طاقتنا، بدنا ما نشوف ورا شو اللي ضاع منا، او شو الشيء اللي انسرق منا. بدنا نشوف للامام، يعني طاقتنا يعني بدنا نشوف للامام، شو يعني شو بدنا احنا نعمل لكي نوصل للاستقرار. يعني بدنا كمان استقرار مادي، بدنا نوصل لاستقرار مادي. وكمان في يعني ملك، يعني في منا راح يجي عرض زواج. اوكي حبايبي، عرض زواج. راح يجينا عرض زواج. وكمان يعني بشوف كمان عندنا عروض كتيرة بصراحة هالشهر. كمان يعني عندنا عروض كتيرة، عندنا عروض كتيرة، وعندنا بدنا نروح ونترك، يعني زي في طاقتنا، يعني بدنا نروح ونخلي كل شي ورانا. وكمان بدنا في هالورقة بتأكد، يعني كمان بدنا نروح ونترك كل شي ورانا. وبشوفكم كأنه بدنا يعني نوصل للاستقرار المادي، وراح نوصل له ان شاء الله حبايبي. بشوف يعني راح تكون علاقات، يعني ممكن مع حبيب، مع شريك. يعني هي طاقة يعني عملتها للعاطفة. اوكي حبايبي، القراءة للعاطفة. بشوف كمان احنا ممكن يعني بالليل يعني بنفكر كتير، ما بيجينا نوم، بنضل نبكي، بنفكر في الاشياء اللي راحت. كمان يعني بصراحة لازم كمان احنا نتصدق. اوكي بصراحة بشوف كأنه احنا زعلانين على الناس اللي راحت، زعلانين كتير. بدنا
لازم نوقف على 2 رجلين، ما نبقى نوقفين على رجل واحدة، فهمتوا؟ على حبايبي يعني، شوف كمان احنا راح نوصل للوضوح، راح نوصل، راح يوضح لنا كل شيء هالشعب، كل شيء كان مخبى، وممكن يعني وضحنا شيء ممكن يجرحنا حبايبي، ممكن يجرحنا، ممكن نحس كأن احنا انطعنا. اوكي حبايبي، راح اخد كمان هي الورق النقط، اكيد راح بدي اشوف شيء. اوكي حبيبي، راح يوضح لنا شيء، ممكن كأن هالشي يعني يوجعنا وما نتقبله، فهمتوا علي حبيبي؟ ربنا يستر بصراحة، ربنا يستر على الشيء اللي راح نعرف. كمان يعني عم شوف مورا هالشي اللي راح يوضح لنا، ما راح نحكي، ما راح نقول ولا كلمة، وراح يعني نعتب كل شيء سيء من ظهرنا ونروح. بس وراها راح تجينا فرصة، راح تجينا فرصة، ممكن في العاطفة، في المادة، بس راح أتأكد. أوكي، راح نحصل على استشفاء، وراح نكون مكتفي ماليا، راح نموت شي، وراح نموت كل يعني الشجرات اللي في نفسنا، وراح يجينا عرض، ممكن عرض من شخص قديم، يعني بصراحة عم شوفه كأنه عرض من شخص قديم راح يجي لحياتنا. وبشوف كمان طاقات ترابية من هالشخص، وطاقات نارية، أكتر شي طاقات ترابية وطاقات نارية اللي راح يجي يقدم عرض. وعم شوف كأنه هالإنسان يعني راح يقتل كل الأشياء، راح نقتل كل الأشياء اللي أدتنا والصراعات اللي مرينا بيها، وكل شي راح ننساه، وراح يجينا شخص من الماضي يقدم عرض. أوكي حبيبي، أوكي حبيبي. هلا عم شوف طاقات، عم شوف طاقات ترابي، وكمان في شخص يعني بيجس عنا في السوشيال ميديا، شخص قديم. طاقات حبيبي برج الجوزاء، برج الجوزاء طاقة نارية، طاقة نارية، برج العذراء، برج الدلو، برج العقرب، طاقة ترابية، طاقة ترابية. أوكي حبيبي، برج الميزان كمان، هاي الطاقات اللي طلعت معاهم. أوكي حبيبي، هلا بس راح أطلع أوراق كمان، وراح أشوف يعني للأشخاص المرتبطين. الأشخاص المرتبطة عم شوف إن الحبيب راح يجي، إذا كنتوا متخاصمين راح يجي الحبيب، وخصوصا لو كان من أبراج مائية، وخصوصا لو كان من برج الحوت، خصوصا لو كان من برج الحوت، راح نشوفه راح يجي ويطلب تسامح، ويقول لك سامحني وهيك، يعني للمرتبطين إذا كنتوا متزعلين. كمان يعني والتحقق والسعادة، وكمان اللي ما هم متخاصمين ولا شيء، ممكن الحبيب يجيب لك يعني يجيب هدية، فهمتوا عليه حبيبي؟ اوكي هلا راح نروح للحياة العملية. اوكي حبيبي، هلا راح نشوف يعني اللي برج الجوزاء، راح نكمل، راح نشوف للحياة يعني المالية.
صراحة يعني عم شوف المال في هالشهر ما رح يكون، صراحة عم شوف ان المال ما رح يكون يعني كافي، ولا رح تجينا فرصة كتير منيحة. فهمتوا علي حبيبي؟ عم شوف صراحة المال مو مناسب يعني لهالشهر، يعني من المال من ناحية المالية يعني ما عم شوف يعني هناك شي حلو في المال بصراحة، بكل صراحة يعني. عندنا احتفال، بس الاحتفالات والأشياء اللي احنا بنبينها مو صحيحة، لأنه الشيء في جواتنا أو في شغلنا عم ينهد. فهمتوا علي؟ احنا من بين احنا ان احنا عايشين الحياة وكل شيء منيح وهيك، بس جواتنا ما نحن فرحانين. فهمتوا علي حبايبي؟ عم شوف يعني راح تحاول توازن أمورك، راح تحاول لما تحاول توازن أمورك راح تحقق السعادة. يعني تحاول ما تصرف فلوسك كتير هالشهر، فهمتوا علي؟ حاولوا ما ت... يعني يعني ما تخسروا يعني فلوس كتير ولا شيء. الأشياء المهمة إيه، بس لكن ولا شيء يعني مهم ما راح تكون نتيجة حلوة. فهمتوا علي حبايبي؟ كمان عم شوف عندنا عروض كتيرة، كمان عندنا كمان عروض كتيرة بصراحة راح تجينا، بس انت عم بتشوف انه ولا عرض مناسب لك. فهمتوا علي؟ بس حقيقة راح تظهر، في حقيقة ما راح تظهر لك. طاقات والأبراج طلع لنا برج العذراء، برج العقرب، وطاقات ترابية، طاقات نارية، وطاقات هوائية، بس مو كثير طاقات هوائية بصراحة. فهمت علي حبيبي؟ يعني حاولوا توازنوا أموركم، حاولوا قبل ما تخطي خطوة في الشغل حاول تفكر فيها في سلبياتها وإيجابياتها منشان تاخذ أي خطوة. أوكي حبيبي؟ متفاهمين يعني؟ فهمتوا علي شو بدي أقول؟ منشان يعني لما تكون النتيجة، من لما تفكروا راح تكون النتيجة مرضية، بس إذا ما فكرتوا راح تكون النتيجة مو مرضية. فهمتوا علي حبايبي؟ بصراحة يعني حاولوا توازنوا أموركم قد ما تقدروا، وكمان يعني ما تتسرعوا في ولا شيء منشان ما ينهدم الشيء اللي عندكم. أوكي حبايبي؟ في المال هي يعني اللي طلع لي في الأوراق. أوكي حبايبي، هلأ راح ننتقل للصحة. هننتقل للصحة. أسف حبيبي وقع لي ورق، أسف حبيبي وقعت الورقة. أوكي يعني هلأ رح نشوف الحياة، يعني الحياة مو الصحة، رح نشوف الصحة حبيبي، صحتنا رح تكون عاملة ازاي في هالشهر.
صراحة حبيبي عم شوف الصحة كأنه عم شوف كأنه انتو كأنه احنا يعني يعني بشوف يعني اكتر يعني شي رح يوجعنا هالفترة. عم شوف يعني راسنا رح يوجعنا كثير هالشهر. تفكير تفكير تفكير، من شان ان احنا في هالشهر رح نفكر كثير ورح نوزن الامور وشي يعني بصراحة احنا ما بنحب يعني نحسب لحساب، نعمل الحاجة وخلاص. وهالشهر رح نحسب لحساب، وان احنا اصلا يعني دايما مخنا شغال بصراحة، شغال هيك يعني كل شي. فهمتوا علي حبيبي؟ يعني ممكن يجيكم كمان أرق، يعني ما تقدروا تناموا بالليل كثرة التفكير، يعني تحط راسك على المخدة تفكر 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 وما تقدر تنام. ممكن يعني نخسر كمان فلوسنا، نخسر فلوسنا، يعني نروح على الطبيب ويعطينا كأنه مهدئات أو شي من شان ننام بالليل، لأن احنا مو قادرين ننام بالليل. أوكي حبيبي؟ حاولوا تخرجوا من هاي الحالة، يعني حالة الاكتئاب وهيك، من شان ما توصلوا لهي المرحلة. فهمتوا علي؟ يعني التاروت ليش يعني ينعمل؟ من شان يحذرنا من أشياء من شان ما نوقع فيها. اوكي حبيبي؟ وهي طاقة عمي، يعني دايما بقول طاقة عمي. اوكي حبيبي، هاي الشي اللي طلع معانا في الصحة، وبحبكم حبيبي كتير. هلا